التدين مو كثرة صلاة وصلاة وصيام. يعلم الله، ذكرتها كثير في بعض المواقف وفي خطب الجمعة، لا أغتر وإن وجدت إنسان يكثر من الصلاة ويكثر من المستحبات ويكثر من العبادة. لطالما واجهت أمثال هؤلاء وهم سيئي الخلق داخل بيوتهم، مقاطع أبو أم ما يكلمهم أصلا، وسنويا ملتزم بزيارة الأربعين، وسنويا بالمدينة، وسنويا بالحج، وسنويا بالمآتم. طبعا أنا أقول ما يمنع، خلي يروح، يمكن الحسين يربي، لعل الحسين يقذف الهداية في قلبه، هذا مهم. لكن ماكو تطابق بين الظاهر والباطن. الإمام الصادق بكل دقة وشفافية أعلنها، لا تغتر بكثرة صلاتهم وكثرة صيامهم، فإن الرجل يلهج بكثرة الصلاة والصيام، حتى الإمام يعبر في المضمون يستوحش إذا ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة وترك الصوم يستوحش، عنده حالة من الانزعاج، شلون أنا ما صليت في أول الوقت؟ يقول الإمام هذا المعيار؟ يقول لا مو هذا المعيار. إذن شنو المعيار؟ يقول اختبروهم في موضعين، صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث مع الله، وصدق الحديث مع النفس، وصدق الحديث مع المجتمع ومع الناس. انت عبالك ان المجتمع الذي عاش في عهد امير المؤمنين عليه السلام ما كانوا يصلون؟ ما يروحون مساجد؟ ما يستمعون خطب؟ ما يعظون الناس؟ ما يحثون الناس الى الله؟ انت تدري الخوارج الذين قتلوا علي عليه السلام شنو سووا اول خطوة؟ تدري شنو؟ ما هي اول خطوة؟ ذهبوا الى بيت الله، الى الكعبة. تدري وين وقفوا؟ تحت الميزاب. هذه من أفضل المواضع التي يحرم الإنسان فيها لحج أو عمرة، يعني يقول لبيك اللهم لبيك في هذا الموضع تحت الميزاب، ميزاب الرحمة. وقفوا بجوار الكعبة، تدري شنو قالوا؟ اللهم إنا نتقرب إليك بقتل علي بن أبي طالب. شفت شلون التدين؟